مرحبا بكم اعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الأول الدرس الثامن هذا الدرس يحتوي على موضوع المقارنة والمفاضلة وكذلك إنشاء كتابة إعلان يعني راح ناخذ إن شاء الله اليوم موضوعين موضوع المقارنة والمفاضلة شلون أحول الصفة العادية إلى صفة مقارنة إلى صفة مفاضلة شنو هي المقارنة والمفاضلة وكذلك ناخذ إنشاء كتابة إعلان الانشاء المتعلق بالوحدة الأولى قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيج الفيسبوك الأستاذ حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثالث متوسط نبدأ بالدرس unit 1 لسن 8 اليونت الأول الدرس الثامن Writing an advert كتابة إعلان بالفقرة الأولى يقول لي work in pairs أعمل مع زميلك Look at these three adverts انظر الى الثلاث اعلانات منطيني ثلاث صور لثلاث اعلانات يقول لي انظر الى الصور هذه الاعلانات الثلاثه فور سمارت ووتشز للساعات الذكيه اسك اند انسر ذا كويستشن اباوت ايتش اوف ذي سمارت ووتشز ثم اسال هذه الاسئله لزميلك وخلي زميلك يجاوبك عليها او هو يسالك وانت تجاوبه نفس الفكره او الاستاذ يسالك وانت تجاوبه هذه الاسئله راح يسال الاستاذ بطريقه شفويه بداخل الصف بعد ما تقرا الاعلان فهنا انا منطيني صور اعلانات لساعات مثلا الساعه الاولى يقول لي ماكس اوت 500 ميك ا ستيتمنت ستايليش ستيت اوف ذا ارت واتش فور ايفري اوكيجن فانكشن انكلود اسليب شوف هنا ايش يقول لي يقول لي استفد من هذه الساعه العصريه في كل مناسبه ايفري اوكيجن كل مناسبه فانكشن انكلود اسليب واحده من الوظائف مالتها تتضمن النوم هارت ريت قياس سرعة دقات القلب بيس ستر بيس اللي هي سرعة الركض ديبث اند هايت مونيتور مراقب الارتفاع سماش بروف اند دروب بروف مضاد للتحطم ومضاد للسقوط يعني هاي الساعة ما تتحطم بسهولة ووتر بروف مضادة للماء 100 متر تصل الى عمق 100 متر وما تتأثر بالماء باتري لايف 12 اورز البطاريه تدوم 12 ساعه لذر بلاستيك اند بنسل سترابس افيلبل متوفر مظهر للساعه بلاستيكي جلدي ومعدني يعني من الممكن تبدل السيوره مال ساعه الى بلاستيكي ساعه جلدي ساعه معدني الى اخره افيلبل uh, متاحه بشقد قد سعرها مليون و300 الف دينار عراقي. انتبهوا على الارقام، انتبهوا على المواصفات، لان بعد قليل راح يسالني الاستاذ الاسئله اللي قلت لكم عليها بداخل الصف كتحضير يومي، بعد شوي راح ان شاء الله نتطرق لها. الساعة الثانية سليم لاين فور افيتر اند فاست لايف. نيت لايت ويت واتش. ساعة خفيفة وفريدة، بيرفكت فور رانرز، مناسبة جدا للمتسابقين اللي يركضون اند athletes والرياضيين. easy to set up سهلة التركيب and use والاستخدام one button to change the screen زر واحد لتغيير الشاشة function include stop watch step counter and heart rate monitor ال uh, functions الوظائف مالتها بها قياس سرعة الدقات القلب بها حساب الخطوات إلى آخره water resistant مقاومة للماء انتبه لنا هنا تقول لي water proof مضادة للماء وهذه ووتر ريزيستنت مقاومة للماء هذه تكون أقل من هذه يعني دائما المقاومة للماء معناها من الممكن أنه تخرب بسبب الماء لكنها مقاومة يعني تقاوم الماء مو ضد الماء تماما comes in 6 colors تأتي بستة ألوان battery life 6 hours بطارية تدوم لي 6 ساعات ايش قد سعرها؟ سعرها 250 ألف دينار عراقي أما الصورة الثالثة The Watcher Watch your health in style راقب قلبك Works with all operating system. تعمل بجميع أنواع الأنظمة. functions include calorie counter, step counter, heart rate, sleep and blood pressure monitor. شوفنا هنا إيش يقول لي. يقول الوظائف المتوفرة بهذه الساعة: uh, calorie counter، حساب الكالوري السعرات الحرارية، step counter، حساب الخطوات، heart rate، حساب دقات القلب، sleep and blood pressure monitor ومراقب لارتفاع ضغط الدم. easy to move between functions سهل التنقل بين الوظائف with the touch screen بشاشتها اللمسية water resistant مقاومة الماء and drop proof battery life 8 to 10 hours البطارية تدوم 8 إلى 10 ساعات أربع إيش قد سعرها؟ سعرها 460 ألف دينار عراقي حسنت انتبه للطلاب هنا أنا يسألك الأستاذ داخل الصف أو خليك تسأل زميلك وزميلك يجاوبك او زميلك يسالك وانت تجاوبه يقول لك which smart watch is the most and less expensive نجي هنا واحده واحده which smart watch اي الساعات is the most expensive هي الاكثر غلاءاً انت لازم تقول له انه الساعه الاغلى هي Max out 500 زين which is less expensive أيهما أقل غلاءاً يا هي الأرخص واحدة اللي هي سليم لاين 40 السليم لاين ساعة السليم لاين رقم 40 السؤال الثاني which is the best for beginner ما هي أفضل ساعة للمبتدئين أكيد الساعة أم ال 250 ألف دينار إذا السلم لاين has the best battery life يا هي بيهن بها أفضل أداء بطارية قلنا إنه هذه 12 ساعة هذه 8 إلى 10 وهذه 6 ساعات إذا أفضل بطارية اللي هي الماكس أوت 500 اللي بعدها is available in the most colors متاحة بمعظم الألوان يا هي المتاحة بمعظم الألوان قلنا أنه هذه ما منطيني بها ألوان لكن الساعة الثانية تأتي بالست ألوان انتبه هنا أنا كاتب ست ألوان أما الساعة الثالثة كذلك ما كاتب لي بها ألوان إذا الساعة الثانية اللي هي السلم لاين هي اللي تجيني بأكثر الألوان بعدها which is the best for water sports ما هي الأفضل للرياضات المائية يا هي أكثر وحدة تكون مقاومة للماء أو مضاد للماء الساعة الأولى اللي هي الماكس اوت 500 which is the best for monitoring your health. ما هي الافضل لمراقبه صحتك اكيد الساعه الثالثه بها هواي مميزات لمراقبه الصحه اللي هي قياس دقات القلب ضغط الدم الكالوريز اللي هي السعرات الحراريه الى اخره بقول ذا ووتشر 2.0 هذا ما يخص الأسئلة هاي الأسئلة يسأل الأستاذ بطريقة شفوية بداخل الصف كنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي هو مجرد مقدمة يريد يدربني أو يريد يمهد لي على موضوع المقارنة المفاضلة إذا تذكرون ماخذين ما سابقا المقارنة المفاضلة أن المفاضلة نستخدم وياها موست والمقارنة مثلا إذا بين الساعة الأولى والساعة الثانية إلى آخره ننتقل إلى موضوع المقارنة المفاضلة طريقة تحويل الصفة إلى صفة مقارنة مفاضلة أه سابقا بالأول متوسط بالثاني متوسط وحتى بالسادس ابتدائي أخذنا أنه الصفة العادية مثلا عندي كلمة شورت شنو معنى شورت؟ معناها قصير هذه صفة عادية لكن إذا أرد أحولها إلى صفة مقارنة بشنو شلون أحولها إلى صفة مقارنة؟ أحولها إما بإضافة إي ER آر أو بإضافة مور هسه شو تضيف إي ER. آر؟ شو تضيف مور؟ هسه راح نجي نتعرف عليها لكن هي شنو المقارنة؟ شورت معناها قصير، إذا اسويها صفة مقارنة اصير شورتر، شنو معنى شورتر؟ معناها أقصر، فهسه أقدر أستخدم هذه الصفة على مود مثلاً أقارن بين واحد اسمه علي وواحد اسمه أحمد، أقول على سبيل المثال أحمد is shorter than علي، أحمد أقصر من علي، إذاً المقارنة هي عبارة عن صفة عادية. أحولها إلى صفة مقارنة على مود أقدر أستخدم هذه الصفة صفة المقارنة للمقارنة بين شخصين زين المفاضلة المفاضلة هو صفة أضيف لها أما EST أو موست على مود أستخدمها لتفضيل شخص على مجموعة أشخاص هسه هذه هنا أنا شورتر قارنت بين أحمد وعلي لكن الشورتست لما نقول شورتست معناها الأقصر آه هذه استخدمها للمفاضلة، شنو هي المفاضلة؟ المفاضلة مثلا أقول أحمد هو أقصر شخص بشعبته. فأقول أحمد is the shortest، أحمد هو الأقصر، إذا هذه short صفة عادية، الشورتر صفة مقارنة، الشورتست صفة مفاضلة، صفة المف... المقارنة شنو؟ أقارن بين شخصين. صفة المفاضلة شنو؟ استخدمها لمفاضلة شخص على مجموعة أشخاص. هسه، شلون أنا أحول الصفة العادية إلى صفة مقارنة؟ قبل البدء بطريقة تحويل الصفة إلى صفة مقارنة أو تفضيل أو مفاضلة احنا نسميها، علينا أولاً معرفة كيفية احتساب المقاطع الصوتية للكلمة. هاي جداً 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 مهمة طلاب. أنا قبل ما أعرف شلون أحول الصفة إلى صفة مقارنة، لازم أعرف هاي الصفة اللي أنا راح أحولها كم مقطع صوتي. شلون اعرف كم مقطع صوتي نجي على الملاحظات التاليه كل حرف او حرفي او ثلاث احرف عله متتاليه واقع بين صحيحين يعتبر مقطع صوتي واحد ما افتهمت شلون يعني بس لي على سبيل المثال ادي كلمه شورت نفسيه اللي اخذناها شورت شنو معنى شورت قصير اجي كل حرف او حرفي او ثلاث احرف شنو عله تعرفون حروف العله نعم استاذ الاي، الاو، اليو، الاي، الاي e. هذن شو نسميهن؟ نسميهن حروف عله، يقول لك كل ما تشوف حرف او حرفي او ثلاث احرف عله متتاليه، احرف عله متتاليه، محصورات بين صحيحين، هسه هذا شنو هذا؟ هذا او، هذا حرف عله، محصور بين الاتش والار، اذا حرف عله محصور بين صحيحين، شو اعتبره؟ يعتبر مقطع صوتي واحد. فالشورت كم مقطع؟ مقطع صوتي واحد. مثال ثاني تول وأنا حرف العله؟ الاي واقع بين الال والتي. هذا الشي يعتبر؟ يعتبر مقطع صوتي واحد. كل حرف عله محصور بين صحيحين اعتبره مقطع. هذا حرف الاو محصور بين صحيحين اعتبره مقطع. كل حرف انتبه هنا أنا. حرف او حرفي او ثلاث احرف عله متتاليه. شوف هنا أنا. اللي اي والاي حرفي علة متتاليات محصورات بين صحيحين يعتبر شنو يعتبر مقطع صوتي واحد مو يجيني واحد يقول لي استاذ هذا لقينا حرفي علة لازم اعتبر مقطعين لا حرفي علة متتاليات شنو يعني متتاليات يعني واحد بصف الله محصورات بين صحيحين يعتبر مقطع صوتي واحد او من الممكن تكون ثلاث احرف علة متتالية محصورات بين صحيحين يعتبر مقطع صوتي واحد اضرب لكم مثال ثاني مثلا عندي كلمة beautiful شوفوا هنا أنا من يقدر يحسب لي المقاطع الصوتية لكلمة beautiful اجي هذا حرف اليو محصور بين الال والاف يعتبر مقطع صوتي واحد هذا الاي محصور بين الاف والتي هذا يعتبر مقطع صوتي واحد الاي -E والاي واليو محصورات بين التي والبي يعتبر مقطع صوتي واحد اذا كل حرف عله أو حرفي علة أو ثلاث أحرف علة متتالية محصورات بين صحيحين يعتبر مقطع صوتي واحد هسه الآن نجي ننتقل للملاحظة الثانية تقول إذا كان حرف العلة في نهاية الكلمة لا يعتبر مقطع مرات الحرف يجيني بنهاية الكلمة مثلا شنو حرف الإي جانب النهاية اعتبره لا ما اعتبره مقطع احنا قلنا لازم يكون بين صحيحين انا ما عندي صحيح ثاني يحده على مو اقدر اعتبره مقطع صوتي كذلك هذا ما اعتبره مقطع نهايه الكلمه ما اعتبره مقطع نجي نحسب مقاطعهم الاي حرف علة محصورات بين صحيحين مقطع صوتي واحد الاي حرف علة محصور بين صحيحين مقطع صوتي واحد الاي عله محصور بين صحيحين مقطع صوتي واحد وهكذا اذا هذه الملاحظه الثانيه اذا كان حرف العله نهايه الكلمه لا يعتبر لكن اذا كان في بدايه الكلمه يعتبر مقطع صوتي مثال شنو مثال ادي انتليجنت نجي نحسب المقاطع الصوتيه مال كلمه انتليجنت حرف الاي حرف الا محصور بين صحيحين واحد الاي حرف عله محصور بين صحيحين واحد الاي عله محصور بين صحيحين واحد الاي هنا جانا بدايه الكلمه اذا بدايه الكلمه اعتبرة لا ما اعتبرة نعم اعتبره اذا بنهايه الكلمه ما اعتبره فانتليجنت كم مقطع صوتي اصبحت اربعه مقاطع صوتيه اكو طريقة قديمة علمونا اياها بالابتدائية نحسب المقاطع الصوتية بدون هاي الملاحظات كلها هو انه اني اصفق اثناء لفظ للكلمة مثلا عندي كلمة تول اقول تول شورت اقول شورت كم صفقة؟ صفقة واحدة تشيب اقول تشيب صفقة واحدة لكن شوفوا لي كلمة مثلا بيوتيفول beautiful. beautiful كم صفقة؟ ثلاث صفقات اذا ثلاث مقاطع صوتية انتليجنت انتليجنت اربع مقاطع صوتيه وهكذا اذا انت متمكن بالقراءه ممكن تحسب المقاطع الصوتيه بالكلمه بدون هذه الملاحظات كلها عن طريق لفظك لهذه الكلمه اللي بعدها بعد ان عرفنا كيفيه حساب المقاطع الصوتيه للكلمه الان علينا معرفه كيفيه تحويل الصفه الى صفه مقارنه ومفاضله هسه احنا عرفنا نحسب المقاطع عرفنا انه هذا مقطع صوتي واحد هذا مقطعين هاي ثلاث مقاطع الان لازم نعرف شلون احول الصفه الى مقارنه والى مفاضله هسه انتبهوا يا طلاب شو تقول تقول نضيف اي ER ار عند المقارنه واي اس تي عند المفاضله شو وقت اذا كانت الصفه من مقطع صوتي واحد اوقف لنفترض عندي كلمه شورت قبل شويه من يقدر يحسب لي المقاطع الصوتيه مال كلمه شورت وأنا حرف العله الاو محصور بين صحيحين هذا يعتبر مقطع صوتي واحد، عندي بعد غير مقطع صوتي؟ لا، هذا مقطع صوتي واحد، تأكدت أنه هذه عبارة عن مقطع صوتي واحد. إذا أرد أسويها مقارنة إيش أضيف لها؟ إي ER آر، فالشورت إيش راح تصير؟ شورتر، وإذا أرد أسويها مفاضلة إيش أضيف لها؟ إي إس تي، فالشورت راح تصير؟ شورتست، وهكذا. إذا عند المقارنة إذا كانت من مقطع صوتي واحد نضيف اي عند المقارنة واي اس عند المفاضلة مثلا تول تولر تولست تول طويل تولر أطول تولست الأطول شورت قصير شورتر أقصر شورتست الأقصر وهكذا إذا كانت الصفة من مقطع صوتي واحد بعدنا شنو بعدنا بدنا نحكي عن الصفة إذا كانت من مقطع صوتي واحد وانتهت بواي بشرط أنه قبل الواي هذا صحيح نحول الواي الى شنو اي ونضيف اي ار عند المقارنه واي اس دي عند المفاضله ما افتهمت عندي هذه انتهى بشنو انتهى بواي قبل شنو قبل صحيح تقلب الواي شوف 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 تقلب الواي الى شنو الى اي يلا ضيف اي ار تقلب الواي الى اي وضيف شنو اي اس تي كذلك كلمه هابي هابي سعيد الواي قلبتها الى شنو الى اي ومن ثم ضفنا اي ار قلبتها إلى I وظيفتها إنه شنو؟ EST. هافي ثقيل، هافير أثقل، يسأل أثقل هابي سعيد، هابير أسعد، هابيست الأسعد وهكذا. اللي بعدها إذا كانت الصفة من مقطع صوتي واحد بعدنا وين؟ بعدنا بالمقطع الصوتي الواحد، وانتهت بصحيح واحد مسبوق بألا واحد، نضاعف الحرف الأخير ونضيف ER عند المقارنة، و عند المفاضلة. ما تستعشون شلون يعني شوفوا هاي كلمه طلاب عندي هوت من يحسب لي كم مقطع اللي حرف عله محصور بين صحيحين يعتبر مقطع صوتي واحد انتهى بصحيح اللي هو شنو التي قبل شنو قبل عله نضاعف الحرف الاخير ونضيف ايار عند المقارنه ضاعفنا التي وضفنا ايار ضاعفنا التي وضفنا يستي هذا بالمقارنه وهذا بالمفاضله بق نفس الطريقة مقطع صوتي واحد الجي صحيح قبل اي الا نضاعف الجي ونضيف ايار ER عند المقارنة ضاعفنا الجي وضفنا ايار ER عند المقارنة ضاعفنا الجي وضفنا اي اس تي عند المفاضلة زين بعد عندنا شنو اذا كانت من مقطع صوتي واحد بعدنا وين بعدنا بالمقطع الصوتي الواحد وانتهت بحرف اي e فقط نضيف ار ما نضيف اي ER. ار ولا نحتاج نضيف اي اس تي فقط نضيف اس هو اصلا منتهي بي يعني عندنا نايس كم مقطع قلنا بالاخير الايميل ما يعتبر مقطع صوتي فقط الاي الا بين صحيحين فيعتبر مقطع صوتي واحد نايس لطيف شوف هنا انا موجود الاي ما يحتاج اضيف اي ثانيه ثم ار فقط اضيف ار نايسر فقط اضيف اس تي عند المفاضله نايسست لطيف الطف الالطف لارج كبير لارجر فقط ضفت ار اكبر لارجست الاكبر كذلك فقط ضفت له اس هذه كله هذا الكلام كله اذا كانت الصفه شنو؟ من مقطع صوتي واحد اعيد واكرر هذه اذا كانت المقطع صوتي واحد زين استاذ حسبتها وطلعت اكثر من مقطع هاي الحاله شو تسوي؟ اذا كانت الصفه اكثر من مقطع نتكون من اكثر من مقطع نضيف مور عند المقارنه وموست عند المفاضله كما في الامثله التاليه شوفوا كلمة بيوتيفول قبل شوية مني ذكر كم مقطع صوتي للبيوتيفول ثلاث مقاطع بس أبرت أكثر من مقطع أضيف مور عند المقارنة ما أقول بيوتيفولر غلط هذا كلام أقول مور بيوتيفول وموست بيوتيفول بيوتيفول جميل مور بيوتيفول أكثر جمالا موست بيوتيفول الأكثر جمالا زين هسه عرفنا المقارنة المفاضلة مثلا كلمة انتليجنت همينة أكثر من مقطع مور انتليجنت أكثر ذكاء most intelligent الاكثر ذكاء هسه الصفات الشاذه بعض الصفات ما تقبل لا اي ER, ار لا مور لا اي اس تي لا موست بهذه الحاله شلون احولها الى مقارنه مفاضله؟ لازم ذن نحفظهن بعض الصفات الشاذه ولا تخضع للقواعد على وهي قليله وكما في التالي ذن لازم تحفظوها طلاب لان جدا مهمات ودائما يركزون عليها بالامتحان الوزاري. جود معناها جيد بتر افضل بيست الافضل باد سيء ورس اسوء worst الأسوأ المفروض طبعا هنا لا تكون worst أنا متميزون بيناتهم worst الأسوأ much كثير مور أكثر most الأكثر little قليل less أقل ليست الأقل far بعيد farther أبعد farthest الأبعد هذين الكلمات اللي قلناهن كلهن الصفا... سواء كانت صفات شاذة من مقطع صوتي واحد من أكثر من مقطع يجب حفظها إملاءً ومعنى استاذ ليش تريد نحفظ هنا ملعن ومعنى لان من الممكن انه تجيك بالامتحان الوزاري بالسؤال المخصص لها اللي هو سؤال الاملاء كما في الصيغة التاليه شوفوا طلاب بالامتحان شلون يجيب لي اياها يقول لي سمول small صارت سمولر جدا ركز وياي هنا أنا. هنا أنا لازم ننتبه للمثال على مود اعرف شنو المطلوب من عندي يقول لي انا منطيك كلمه سمول ايش سويت لها سويت لها اي e ار او ضفت لها اي e ار قبل شوي ايش قلت لك؟ قلت لك الاي ار -ER شنو يعني؟ يعني مقارنة خل نسوي ملخص للموضوع بهذا المربع انتبهوا لي طلاب احنا لازم نعرف انه الاي ار -ER والمور هذني ايش تعتبر؟ ايش نعتبرهن؟ نعتبرهن مقارنة والاي اس تي والموست هذن ايش نعتبرهن إذن لازم لازم نعتبرهن مفاضلة زين هو ايش قال لي؟ قال لي انا ضفت لك اي ER. انت بينك وبين نفسك حافظ ان ايش تعتبر؟ تعتبر مقارنه، يعني يقول لك انا حولت صفه عاديه الى صفه مقارنه، تقدر هذه هم تسوي إياها مقارنه؟ نعم. اول خطوه لازم شو نسوي؟ تحسب المقاطع الصوتيه للكلمه، كم مقطع صوتي؟ تعالوا وياي، الاي والاي حرفي الا متتاليات محصورات بين صحيحين يعتبر مقطع صوتي واحد، بعد غير حرف عله؟ لا، اذا هذا تعتبر مقطع صوتي واحد. انتبه لي من مقطع صوتي واحد او اسوي صفه مقارنه شو اضيف له؟ اضيف له اي ار اي ار لكن انتبهت ان انتهى بشنو؟ انتهى بواي وقبله صحيح تقلب الواي الى اي ونضيف اي ار بعد استاذ ما افتهمت قال لي سمول صارت سمولست شو ضاف لها؟ ضاف لها اي اس اي اس انا حافظ يعني شنو؟ يعني مفاضله زين يريدني الهوت كذلك اسويها صفه مفاضله شلون اسوي صفة مفاضلة؟ سهلة، اول شيء احسب لي اياها كم مقطع؟ مقطع صوتي واحد، اذا مقطع صوتي واحد يعني شنو؟ يعني نضيف اي اس تي، لكن انتبهت ان شنو؟ انتهت بصحيح قبل عله، تضاعف الحرف الاخير اللي هو حرف التي وتضيف اي اس تي، بعد سمول صارت سمولر، صار. هذا كلها امثله وزاريه، اضاف لها؟ اضاف لها اي ER. ار، الاي ار ER يعني شنو؟ يعني مقارنه، اجي قال لك الهيلفول هم سوي ليها مقارنه، الهيلفول كم مقطع؟ هذا حرف الإي e محصور بين صحيحين مقطع صوتي واحد اليو محصور بين صحيحين مقطع صوتي واحد إذا أكثر من مقطع أكثر من مقطع بالمقارنة شو نضيف لها؟ نضيف لها مور فأقول مور هيلفول محب للمساعدة أكثر بعد لون long طويل لونجر أطول شوف هنا إيش ضاف لها؟ ضاف لها إي ER. آر يعني شو يريد؟ يعني يريد مقارنة إذا مقارنة يقول لك السادة حول لها مقارنة كم مقطع؟ مقطع صوتي واحد انتهت بصحيح قبل علة نضاعف الحرف الأخير ونضيف إي بعد لونج long, لونجر إيش ضاف لها؟ ضاف لها إي آر يعني شيريد يريد؟ يعني يريد مقارنة قال لك كذلك الهب يسوي لي صفة مقارنة أجي أحسبها كم مقطع؟ مقطع صوتي واحد وانتهت بواي قبل صحيح تقلب الواي إلى آي وش نضيف؟ ونضيف إي آر ثقيل هافير أثقل سمول صغير سمولر أصغر شو قال لي؟ قال لي إي يعني مقارنة الجود باوعي تنتبه هنا هذا كلش مهمة طلاب سمول سمولر سوى ليها مقارنه الجود هنا بعض الطلاب يجي يحسب كم مقطع مقطع صوتي واحد والتالي يضيف لها اي ار هذا الشيء خاطئ احنا قلنا ان الجود من الصفات الشاذه المقارنه مالتها بتر المفاضله مالتها بست فاللي أريده شنو انا اللي يعني اريد مقارنه فش اكتب له بالامتحان اكتب له بتر هذا ما يخص كل متعلقات موضوع المقارنه والمفاضله. طلاب هذا الموضوع ما،, ما انتهى لحد الان. ان شاء الله باليونت الثالث الدرس الاول ناخذ استخدام الذان الاز از ويا المقارنه والمفاضله. هذا مجرد تمهيد للموضوع اللي راح ناخذه ان شاء الله باليونت الثالث الدرس الاول. لكن حاليا المطلوب من عندك تضبطون قواعد تحويل الصفه الى صفه مقارنه. وتحويل الصفة إلى صفة مفاضلة وتحفظون الأفعال الصفات الشاذة ذني لأن المهمات جدا بالامتحان التحريري ومن الممكن لحد الآن أن يجيك بالامتحان بصيغة الإملاء بهذه الطريقة وإن شاء الله نأخذ بين في الدرس الأول الطريقة الثانية اللي هي الطريقة القواعدية مع استخدام الذان والعازعاز ننتقل إلى كتاب النشاط يقول لي look at the adverts انظر الاعلانات اللي قرناها قبل قبل شويه يقول لي read the sentences below and mark them true or false ويقول لك اقرا ان الجمل هو انه لي اما صح او خطا حسب شنو حسب هذين الصور اللي انا قراتها بدايه الدرس يقول لي ذا ماكس اوت 500 هذه الماكس اوت 500 اللي هي الساعه الاولى ايش بيها از ووتر بروف مضاده للماء صح لو خطا ذكرنا انه ووتر بروف نعم صحيح ذا سليم لاين الساعه الثانيه اللي هي سليم لاين 40 از افيلبل ان 8 كولرز متاحه بثمان الوان قلنا انه هي متاحه بست الوان مو بثمان الوان اذا اقول له فولس خطا The ووتشر 2.0 الساعة الثالثة اللي هي الواتشر 2.0 ايش بيها؟ از ذا تشيبست واتش هي ارخص ساعة هي ارخص ساعة لا ارخص ساعة هذه الساعة الثانية اللي هي ب 250 الف بأقول له فولس ذيك ب 460 الف اللي بعدها ذا ماكس اوت 500 الساعة الأولى اللي هي ماكس اوت 500 هاز سليب مونيتور بيها مراقب نوم صح لو خطأ؟ نعم ذكرنا ان هي بيها خاصية مراقبة النوم they all have touch screen كلهن بهن تش سكرين شاشة لمسية صح لو خطأ؟ الساعة الثانية والثالثة بهن تش سكرين شاشة لمس لكن الساعة الأولى ما ذكرنا بها شاشة لمسية إذا أقول له False they all measure your heart rate جميعها تراقب دقات قلبك صح لو خطأ؟ ذكرنا انه كلهن بهن هاي الميزه اللي هي ميزه الدقات القلب هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي بعض الاساتذه بعد ما يشرحون هذه القطعه او هذن الساعات الثلاثه الاعلانات الثلاثه يطلبون هذا التمرين من الطلاب كواجب بيتي وهي الحلول امامكم حاولوا تكتبوها بالكتاب النشاط تحفظوها لان خاف يطلبها منكم الاستاذ كتحضير يومي بس تمرين رقم اثنين يقول لي correct the false sentences صحح الجمل الخاطئه هسه الجمله الاولى الخاطئه ايش يقول؟ يقول ذا سليم لاين 40 از افيلبل ان 8 كولرز متاحه بثمان الوان قلنا ان هي ست الوان فاقول له ذا سليم لاين 40 كمز ان 6 كولرز تاتي بست الوان اللي بعدها ذا واتشر 2.0 الساعه الثالثه اللي هي الواتشر 2.0 ايش بيها؟ از ذا تشيبست واتش هي ارخص ساعه قلنا ان ارخص ساعه هي السليم لاين السليم لاين 40 Uh, they all have touch screen جميعها بيها تاش سكرين شاشة لمسية أقول only the watcher to has touch screen فقط الساعة الواتشر ذكر إنه بيها تاش سكرين أما البقية ما بيها تاش سكرين هذا ما يخص التمرين رقم واحد تمرين رقم اثنين مجرد أنشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي بتمرين رقم ثلاثة يقول لي look at the adverts again انظر إلى الإعلانات مرة أخرى tick ذا what the adverts includes ضع صح على ما تتضمنه الاعلانات، شوفوا طلاب هذه الاعلانات ايش تتضمن؟ شكو شيء تتضمنه من بين هاي الاشياء اللي ذكرها ضع عليها صح، يعني مثلا الاعلانات بيهن صوره خليني وياهن صوره، نعم، ذكرنا ان بها صوره. سلوغان اور memorable phrase شعار او عباره يمكن تذكرها موجود بها؟ نعم، موجود بها هواي عبارات يمكن تذكرها اللي هي اسماء. A setting with good adjectives آه، مجهزين هاي الاعلانات بصفات جيده. ما ذكرنا بالاعلانات بيها صفات جيده فبالتالي ما موجود هذا الشيء description of an item وصف العنصر وصف هذه الساعات اللي عارضيها بالاعلانات موجود هذا الشيء نعم موجود واصفين الساعات وصف دقيق instructions for using it تعليمات استخدامها بالاعلان ما ذاكرين التعليمات مستحيل يذكرون التعليمات لاستخدام هذه الساعات فهذه ما مذكوره ما أخلي عليها صح the past tense زمن الماضي اكيد مو مذكوره A reason to buy them أه سبب شرائها نعم أكيد موضحين سبب شرائها إذا كنت رياضي أو ما إلى ذلك The name of the item اسم الساعة طبعا مذكورة بالإعلانات هذا ما يخص تمرين رقم ثلاثة هذا مجرد تمرين كنشاط صفي كذلك غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي أما تمرين رقم أربعة طلاب هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 أهم تمرين بالوحدة الأولى اللي هو شي يقول لي يقول لي think of product فكر في إعلان draw your product. and write an advert for it. ارسم المنتج مالتك واكتب اعلان عنه. هذا التمرين يعتبر انشاء الوحده الاولى. من الممكن يجيني بالامتحان التحريري، بامتحان نهايه السنه، كلش مهم خصوصا بامتحان نهايه السنه طلاب. بامتحان الشهر الاول من تيم هو بنسبه 90% يجيك امتحان الشهر الاول. امتحان نصف السنه كذلك مهم واهم شيء بامتحان اخير السنه. شو يقولك لك؟ يقول لك اكتب لي عن اعلان لمنتج انت تريد تبيعه اول شيء ارسم لي اياه هنا مثلا انا رسمت له هاي الساعه انا اريد ابيع هاي الساعه فرد اسوي اعلان عليها اول شيء ارسم له الساعه وراها اكتب اسمها مثلا جي اكس 43 ساعه جي اكس 43 سمارت ووتش هي ساعه ذكيه انه ابدي اوضح مميزات هاي الساعه ابدي ارغب هالاشخاص او الناس بشراء هاي الساعه اذكر مميزاتها الوانها الى اخره، فهنا أنا مثلا اقول له: change your life and get healthy and fit with this slim smart watch. غير حياتك وكن صحيا وذو لياقه مع هذه الساعه النحيفه الذكيه. Smart watch slim ساعه ذكيه نحيفه. The clock face is easy to read وجه الساعه سهل القراءه and the different function can be changed والوظائف المختلفه يمكن تغييرها with a tap of a finger بنقرة أصبع it comes with three colors تأتي بثلاث ألوان red, black, brown أحمر, أسود uh, وبني to suit your need لكي تلائم احتياجاتك it is also light كذلك هي خفيفة and its battery lasts long وبطاريتها تدوم طويلا buy it now from the nearest phone center اشتريها الآن من أقرب مركز للهواتف اذا هو هي ساعه يدويه ساعه ذكيه اكيد يبيعوها بمركز الهواتف هذا ما يخص انشاء الوحده الاولى اعيد واكرر هذا الانشاء من اهم الانشاءات متعلق بالمنهج الجديد كان سابقا بالمنهج القديم اكتب ايميل وصف صديق اما غيره اصبح الانشاء الوحده الاولى هو انشاء كتابه اعلان هذا الانشاء امامكم حاولوا تكتبوه بالدفتر وتحفظوه لان مهم جدا بامتحان الشهر الاول ونصف السنه وكذلك الامتحان النهائي هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا انه درس بسيط جدا اغلب انشطه انشطه صفيه فقط اخذنا موضوع المقارنه والمفاضله تحويل الصفه الى صفه مقارنه تحويل الصفه الى صفه مفاضله الصفات الشاذه اضافه الاي ER. اضافه المور اضافه الاي اس والموست وكذلك حساب المقاطع الصوتيه للكلمه بالاضافه الى انشاء الوحده الاولى اللي يعتبر اهم تمرين باليونت الاول كله حاولوا تسجلون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لانها مهمه جدا بالامتحان التحريري وتفيدكم. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو، اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تواصلون على الحسابات الموجوده في الفيديو في الوصف.